Ladies first. اليوم راح نحكي عن موضوع يخص النساء أكثر من الرجال. فعلى سبيل المثال، من أي وحدة تريد تدخل المكان، مثلا باب فندق، مصعد، وحدة من الدوائر أو المؤسسات المختلفة، راح تلقين واحد يقول لك Ladies first، وهنا يقصد بها يعني تقدمي بالدخول، وأنت راح تاخذين انطباع عن هذا الرجال يفهم بالذوق وجنتلمان ويعرف يتعامل ويا النساء. بس فديوم سألتي نفسك منين جت هاي العبارة؟ اتعددت الروايات حول أصل عبارة Ladies First، وواحدة من هاي الروايات تقول بالقرن 18 كان أكو شاب من عائلة غنية ويحب بنية من عائلة فقيرة، بس أهله رفضوا هاي العلاقة، فقرروا ينتحرون ويشمرون نفسهم من صخرة عالية بأحد الوديان، وبعدها الشاب ما قدر يشوف حبيبته تنتحر قدامه فشمر نفسه، والبنت رجعت وعاشت حياتها وتزوجت لأن ما قدرت تشمر روحها ورا. فصارت هاي القصة عبرة للرجال، فكل ما يصير شيء راح تجين الرجال يقولك Ladies first، يعني السيدات أولا، حتى لا يقعون نفس الخطأ اللي وقع بها الشاب من قبل. وظهرت مقولة السيدات أولا مثل ما قلنا بروايات هواية الأولى ذكرناها. الرواية الثانية تقول جت عبارة السيدات أولا بوقت الحروب، لأن من مبادئ الجنود بالحرب هو تأمين مكان آمن للنساء بحال وجود أي خطر، ومن مبدأ الخوف عليهم من أن يتعرضون للأذى. أما الرواية الثالثة فهي في وقت نداء قبطان السفينة اللي غرقت، وأكيد كلكم تعرفون التايتانيك. وبقى يردد بصوت عالي النساء والأطفال أولا حتى ينقلوهم إلى قوارب الإنقاذ قبل الرجال. ومن باب التجربة بالأشياء وخوف الرجال من النساء ومن المشروبات اللي يتم تقديمها، فالبعض كانوا يخافون يشربون أي شيء، يخافون بشيء منوم أو سم، لذلك كانوا يقولون Ladies first. وهنا عرفنا هذا الموضوع ما إلى أي علاقة بالذوق اللي يقدمه الرجل للمرأة، والمسألة ما إلها أي علاقة بتخطي الطوابير الطويلة والتعدي على حقوق الآخرين. وهاي العبارة كانت تتعلق بالحوادث اللي ذكرناها لكم.